يا مساء الياسمين والسعادة على أحلى أصحاب. الغيرة لما تتجمع بين اتنين، والسحر الأسود اللي انت بتمضي عقد مع الشيطان نفسه عشان تدمر اللي انت بتغير منه. ايه اللي حصل عشان الغيرة تكبر وتوصل للسحر وتوصل لانت نفسك تبيع نفسك؟ يلا بينا نسمع الحكاية والرواية بتقول ايه. علي قاعد مع ابوه في ساعة صفا، بقول له ايه يا حاج؟ ازيك يا ابويا، وحشني والله يا ابويا. فالحاج بيقول له: اه يا ولدي، بدل بدأت ازيك يا ابويا، وحشني يا ابويا، يبقى انت عاوز حاجة. قول يا ابني، ما تخبيش على ابوك، أؤمر يا حبيبي، ده يوم المنى لما تطلب مني حاجة. من بعد ما أخوك سافر يا ابني ومعادش ليا غيرك، أخوك سافر يا ابني أهو بقاله سنة ولا أكتر، ومن بعد ما اتجوز البت الخواجاية دي ومعادش بيجي أصلا البلد. أؤمر يا حبيبي. الله يخليك لينا يا حاج، مش عاوز تفرح بيا بقى، انا في بنت كده يا حبيبي. يعني ايه بقى يا ولدي؟ يا ولدي من غير مقدمات، هي بنت مين يا ولدي؟ قال له: يا ولدي البنت زاهية يابا، زاهية يابا، بنت الحاج سالم. معقول يا ولدي؟ انت بتقول ايه؟ انت عارف اللي بينا ايه يابا؟ انا ماليش دعوة يابا باللي بينكم يابا، انت اللي بينكم كان زمان، دلوقتي احنا ملناش دعوة بأي حاجة بينكم يابا. وعلى فكرة بقى، الحاج سالم بيحبك قوي، ومن زمان كل يوم يسأل عليك ويقولك ابوك عامل ايه، ابوك عامل ايه. اقول له: كويس والله، بس سلم لي عليه بس، يلا الحريم منها لله. ومعقولة يا ولد؟ معقول انت بتقوله ده؟ معقول الراجل ده يعني بيسعى عليا ازاي يا ابني؟ انت عارف حصل بينا ايه؟ ده احنا حصل بينا موت ودم يا ولدي. يابا الله يبارك لك يابا، انا وازاي بنحب بعض يابا، ملناش دعوة بمشاكلكم دي. والراجل طيب صدقني، ده بيسأل عليك، ده كل يوم بعد صلاة الفجر ونروح الأرض مع بعض يابا ويسألنا عليك. يا ولد انت بتقول ايه يابا؟ بص انا هثبت لك يابا، تعالى الارض بعد صلاة الجمعة، واول ما هشوفه من بعيد انت الدرع عند اي شجرة يابا هتسمع بنفسك. ماشي يا ولد، اما نشوف. الواد عالي لف ابوه بكلمتين حلوين عشان البت اللي بيحبها، وابوه مش مصدق. ما هما اصلا الاتنين الرجاله، الحاج سالم والحاج ابو علي، ده كان اعز صحاب. بس زي ما قلنا، الغيره لما تتجمع ان الحريم بيغيروا من بعض، والرجاله تخش في النص ويضربوا بعض عشان خاطر الحريم تسكت، والسحر والشيطان يتجمع في النص، بتقوم بحر دم. يوم الجمعة وعلي خلاص راح الأرض مع أبوه، وأول ما علي شاف أبو زاهية جاي من بعيد قال: أبو الدار يابا، واسمع بنفسك. الراجل في عالي الدايرة وسمع كلام ابنه وسلم على الراجل: ازيك يا حاج، عامل ايه؟ ازيك يا ولد، عامل ايه؟ ابوك الله يكرمه، عامل ايه يا وحشني؟ اه والله ابوك، بس انت عارف بقى الحريم يا منهم لله. يلا يا ابني ملوش لازمه الكلام، انت عامل ايه وابوك عامل ايه يا ابني؟ اه ده احنا كنا اعز اصحاب يا ابني، لولا بس الشيطان دخل ما بيننا. مين سمع الكلام؟ الحاج أبو علي سمع الكلام من صديق عمره اللي كان أصلا خلاص بعد ما كانوا بيضربوا بعض وكان هيقتلوا بعض. قال له: معقولة تسأل عليا طول السنين دي؟ قال له: مال يا حاج،
يا حاج، امال الحريم منها لله هي اللي خربت بيوتنا؟ احنا كنا فاكر يا حاج احنا كنا اخوات واكتر من الاخوات، وخدوا بعض بالاحضان. ود صالح الراجل ابو زاهية والحاج ابو علوة، وفضلوا يفتكروا الايام الحلوة، وفضلوا خلاص كل واحد عاوز ينسي التاني ايه اللي حصل. واللي فرحان في النص طبعا علي، فعلي بيقول لابوه صدقت يابا، صدقت يابا ان الراجل طيب ومش عاوز شر. قال له صدقت يا ولدي، بما انك يا ولدي جمعتنا تاني مع بعض، بص يا ابو زاهية احنا بقى عاوزين نرجع تاني اخوات، والواد ده بيحب بنتك على فكرة. قال له يا ده انا نوصلها لحد بيتك يا حاج، انت بتقول ايه؟ قال له ده العشم والله. وقال له خلاص حدد يا ابن الساعة اللي هنيجي فيها نزورك ونشرب الشاي مع بعض. قال له بس الحريم هنعمل فيها ايه؟ قال له عيب عليك، معقول الحريم هتخرب ما بيننا قبل كده ودلوقتي هيمشي كلامنا علينا ولا ايه؟ لا يا حاج خلاص احنا هنبقى اخوات زي الاول واحسن. قال له ماشي يا حاج على قولك، ان شاء الله بكرة بعد الغداء. قال له والله اتغدى معايا. قال له خلاص يا حاج هجيب الواد ده ونيجي يا حاج، بس خد رأي العروسة الاول. قال له يا سيدي والله لو وصل حد بيتك. وابو زاهي روح البيت وخد رأي البت زاهية، طبعا هي موافقة لكن أمها مش موافقة على الولا. والحاج أبو علي روح البيت قال لمراته، طبعا هي مش موافقة، وقامت تاني الحريقة في كل البيت. قال لها والله يا ولية لا هروح أخطبها للواد، ولو ما سكتيش هتطلعي بره على بيت أهلي. قال له بقى كده يا حاج بعد ال10 سنين، طب وريني بقى هيتجوزوا ازاي. وطبعا هي عارفة هتعمل ايه، السحر الاسود المتين. وفي نفس البيت عند زاهية قالت له وريني هتجوزهم ازاي لبعض. ابو زاهية كلم الست يهديكي يرضيكي، قالت له انت عارف الست دي ايه؟ دي سحارة، وانت عارف عملت فينا ايه زمان. قال لها يا ست بقى سيبها على الله. مهم الست ابو زاهية راحت ساكتة، قالت له ماشي بس خليك فاكر ان الست دي سحارة. قال لها ما تخافيش يا ست وسيبيها، يلا ربك هيكرم. وراحت ساكتة وقالت لبنتها مبروك يا بنتي، لكن أم علي مش قادرة تنسى طبعها، وراحتش معاهم تاني يوم عشان يتقدموا للبنت. لكن الحاج ابو علي خد ابنه وراح بيت ابو زاهية ورحبوا بيهم، اتفضل يا حاج، والله يا حاج اتفضل، وحضروا الغدا واتغدوا مع بعض. والبنت فرحانة والواد فرحان، وقروا الفاتحة واتفقوا على كل حاجة. لكن في نفس اليوم الست ام علي راحت لواحد سحار ما يعرفش ربنا، عمل لها سحر ليوم الدخلة الواد هيتربط. ربطت ابنها بس ما تعرفش ازاي اتفك. بعد ما عرفت يعني حتى ما استناش اللي هو يوم الدخلة يتعمل،
وروحت البيت في انتظار جوزها. الواد روح مبسوط وزي الفل، وبارك لابنك يا حاجة، بارك لابنك يا حاجة، اطلع على ايه، يلا مبروك وبوريني بقى يا شاطر. قال لها الخميس الجاي الفرح. قالت له مستعجل، فرجني. وراحت سايباهم وراحت داخلة اوضتها. طبعا هي عملت اللازم، وعم السحر ياخد وقت ويشتغل، هيكون يوم الفرح. راحت تاني يوم للسحار، ادت له ميعاد الدخلة بالظبط عشان يتقن الشغل. قال لها ادفعي شوية فلوس اكتر، وفعلا دفعت فلوس كتير قوي عشان تدمر ابنها. لكن الواد مبسوط والبنت مبسوطة، وكل يوم بيحلموا مع بعض بالعش الجميل اللي هيجمعهم سوا، لكن ما يعرفوش ايه اللي هيحصل. لحد ما يوم الفرح اللي هو يوم الخميس تم الحمد لله، وكانت ليلة جميلة جدا. والأستاذ علي خد عروسته وخلاص هيبدأ حياتهم مع بعض. السحر اشتغل مع العلي. يوم الدخلة اللي هو بيستناه طول عمره، وطبعا العروسة مستنية عريسها، مفيش دخلة. عدى يوم، يا ابني عملت ايه؟ مفيش حاجة يابا. يا بنتي مفيش حاجة يابا، مفيش حاجة يابا. عدى يوم، عدى اتنين، عدى اسبوع، مفيش حاجة. طبعا كل الاهالي ابو علي طلعوا سيرة وحشة، ان البنت فيها حاجة وحشة، وان الواد ما عادش بيحب البنت، وان البنت وحشة ومعفنة وفيها كل الحاجات الوحشة. البلد كلها طبعا سمعت الخبر ان البنت لما تفضل فترة طويلة كده من غير دخلة يبقى اكيد فيها حاجة، او هي فيها حاجة ممسوكة في حاجة وحشة قبل كده. وبقت سيرة البنت على كل لسان في البلد. لكن سألوا البنت، يا بنتي ما حصلش دخلة ليه؟ فقال لهم معالي مربوط يابا، كل ما يقرب له ما فيش اي حاجة خالص يابا. فعرفوا ان الاستاذ علي اتربط، راحوا فتحوا له عند واحد شيخ، قالوا اللي عمل عندك كده العمل ده من دمك. وصف لهم المواصفات، طلعت امه. ابو علي خد الكلام في جنابه، وعلي خد الكلام، قال له روح يا ابني لمراتك يا ابني وسيبها على الله. قال له يا والدي عنفك كده اللي هم عملته يابا. قال له يا ابني روح لمراتك يا ابني، وانا هنشوف حل مع المرة دي. وراح لمراته، والحاج راح لأم علي، قال لها احنا فتحنا وعرفنا ابنك لو عدى عليه 30 يوم قمري ولا 30 يوم عربي، يا بنت اسمعي الكلام، مش هيحصل له خير. شوفي مين اللي عمل العمل الاسود ده، روحه فكيه، ابنك حياته هتضيع. قالت له انا ما عملتش حاجة والراجل ده كداب. قال لها يا ولية اسمعي الكلام، هتضيع مستقبل ابنك، لو عدى عليه الشهر عربي ده كمان هيتجدد لوحده، ممكن ما يتفكش بعد كده، ابنك هيبقى مريض وسمعتنا هتبقى على كل لسان في البلد. شوف ابنك مريض ولا روح عالجه، انا ماليش دعوة، وخليه ينفع بالعروسة بقى.
وراحت سايباه وراحت ماشي. يوم واتنين اهل العروسة قالوا يا حاج بعد اذنك كل واحد يروح لحاله، يا حاج يهديك يرضيك، معلش يا حاج كفاية الكلام اللي طلع على بنتي، انا فتحت لك بيتي تاني وبرضه اتأذيت تاني يا ابني بسبب السحر من عندكم برضه، حقك عليا حقك. قعدوا يتأسفوا لبعض الناس الكبيرة والرجالة يتأسفوا لبعض، وتم الطلاق بين العريس والعروسة. طبعا أم العريس فرحانة، فضلت تستنى شهر واتنين وتلاتة، وقالت بقى خلاص هتروح تفك ابنها. راحت للسحار قعدت تخبط ملقتش حد، لقت واحدة من الجيران بتقول لها اسكتي يا اختي، ده البوليس جه وراح واخده في البوكس ومش عارفين هو هيعمل ايه لحد دلوقتي، بس يالله غار في داهية. قال لها يا مصيبتي، طب وابني ابنك ماله؟ وحكت لها كل حاجة، والخبر اتذاع في نفس الوقت في البلد كلها اللي ابنها هو المعيوب مش البت، والبت طلعت شريفة. وروحت البيت والراجل قال لها عاجبك الحال، اهو ابنك قاعد في رقبيزك، شوفي بقى مين بنت مين بنت اللي هترضى بيه في البلد كلها بعد ما عارفة كل حاجة، مبسوطة كده؟ قالت له أنا بكرة هروح تاني أحب على رجل البنت وترضى ترجع لابنك. لا أنت حرة، أديك ضيعت مستقبل ابنك وحياته. راحت خبطت عشان تطلب تاني إيد البنت، قالت لها طبعا لأ، بعد ما انتوا خربتوا البيت وعملتي كل حاجة طلعت سمعة وحشة على بنتي، عاوزيني ارضخ؟ لا، بنتي هتتجوز ابن خالتها اللي في السعودية، حاجة نازل اجازة وهياخدها ويعيشوا في السعودية، وخلي بقى ابنك المعيوب يبقى عندك في وشك، اشبعي بيه وخلي سحرك ينفعك. الست خرت الكلمتين دول وروحت البيت، قعدت طول اليوم زي العقلها ذاهب، كل اللي على لسانها تندع على السحار تقول انا السبب انا السبب. وفجأة فتحت باب الشقة وطلعت تجري زي الهبلة لحد ما عقلها ذهب. الراجل مدورش عليها اصلا، وصلوا البلد كلها بتقول له مراتك ماشيه في الشارع وشعرها منكوش واتجنت يا حاج، هو ايه اللي حصل؟ لا روح اسالوها، يروح يسالوها خلاص. هي عقلها وقف على لحظه معينه انها دمرت حياه ابنها، وابنها اخوه اتصل بيه اللي قاعد بره في المانيا، قال له تعالى يا حبيبي اشتغل معايا وعيش معايا وسيبك من البلد دي خالص بقى. ابو قال له يا ابني اقعد معايا، قال له دمرت حياتي يابا، انتوا دمرتوني ودمرت شغلي يابا، خليت سمعتي بقت وحشة والناس كلها بتقول لي يا ابن المجنونة يا ابن المجنونة، يا امك سحارة يابا، سيبوني في حالي. والواد راح مسافر عند اخوه، والاب من زعله على عياله الاتنين اللي باعوه وعلى سمعته ومراته اللي بقت مجنونة السحارة، جاله سكتة قلبية ومات، واتقفل البيت وما فيش حد عاش في البيت، وهي الست ما نفعهاش اي حاجة من السحر وبقت مجنونة. والعروسة سافرت السعودية وعايشة في خير وفي أمان، وبقت مبسوطة في حياتها وجوزها بيحبها
وعندهم بنت وولد جمال صغننين، وحياتهم بقت زي الفل. والراجل زعان على صاحبه، وكل يوم يروح المقابر يقرأ له الفاتحة. والست اللي ردت بحكم ربنا، ربنا كرمها بأحفادها، وكل زيارة يجي يزوروهم، وهم ساعات يروحوا السعودية يزوروهم. وبقت الحياة جميلة، والست السحارة بقت مجنونة. وانتهت قصتنا. واعرف يا صديقي، مهما طال بيك الزمن، ولا سحر نافع ولا شطان بينفع. ارضى يا صديقي بنصيبك وقول الحمد لله. استنونا ومغامرة جديدة مع قناتكم، قناة قصص عماد. السلام عليكم.